يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صلينا الظهر اليوم 3 ركعات ثم نبه الإمام بعد نهاية الصلاة على النقص فاستدار وأتى بركعة. سؤاله: هناك من خرج فور الصلاة حيث إنه بجانبي رجل قد خرج وأنا أعرفه، فما حكم صلاته وهل يجب علي أن أخبره بذلك؟ نعم، يجب عليك أن تخبره يعيد الصلاة لأنه طال الفصل بين تكميل الصلاة بالركعة، فطال الفصل فيعيد الصلاة من أولها. نعم، أما لو أنه ذهب ولا درى هو معذور، لكن ما دام أنك تشوفه علمه، يجب عليك تبلغه في هذا. نعم.